محدش هيقدر يطلعك من الكارثه اللي انت فيها دي غير العبد لله. ازاي بس؟ انا انتهيت خلاص، انا بفكر اهرب واسيب البلد. مش هتعرف، ومش هو ده الحل. امال ايه الحل؟ تتجوز. انت هتهزر يا صفوت؟ انا بتكلم جد، وجد الجد كمان. انا هجوزك واحده نلبسها الليله كلها من غير ما تعرف، لحد لما نستف ورقنا ويبقى كده دور عندها، وهطلقها لك برضه من غير ما تعرف. ودي هتجيبها منين الهبله دي ان شاء الله؟ عندي موكله عايزان ارفع لها قضيه علشان كلوا عليها حوافز 35 جنيه. تخيل العبيطه هتدفع 15,000 جنيه عشان تقبض 35 جنيه. شفت سذاجه اكتر من كده؟ هي دي بقى اللي انا هجوزها لك، وبعقد رسمي وشرعي كمان.